هل النجاح هو مثابرة أم ضربة حظ أم الاثنتان معاً؟ هذا ما ستسأله لنفسك عندما تسمع تلك القصة الملهمة عن ثلاثة أصدقاء بدأوا بمبلغ بسيط للغاية لا يتعدى 3000 دولار، استطاعوا تحويله إلى مبلغ 250 مليون دولار أمريكي. كل ما في الأمر هو أنهم وضعوا خطة ذكية استطاعت جعلهم من أنجح رجال الأعمال. فما هي حكاية هؤلاء الأصدقاء وكيف استطاعوا تحقيق المستحيل؟ جاءت الفكرة لذلك الشاب الأمريكي الذي يدعى رايم باتلت. قرر أن يجمع مع 2 من أصدقائه مبلغاً بسيطاً حوالي 3000 دولار، وبعد أن جمعوها قرروا إطلاق ماركة ملابس رجالية تدعى ترو كلاسيك في عام 2019. الغريب أنه لم يكن لدى هؤلاء الشبان الثلاثة أي خبرة أو معرفة كافية في سوق الملابس أو بيعها، لكن كانت فكرة الشركة مبنية على أمر بسيط للغاية، هو إنتاج قمصان ذات أسعار معقولة، ومن خلال تصميم بسيط وأنيق يناسب جميع الفئات. من ذلك المبدأ انطلقوا ونجحوا فيه بالفعل، وخلال وقت قياسي حققوا نجاحاً كبيراً. رغم أن ذلك التاريخ يعتبر فترة عصيبة على الجميع بسبب العارض الذي أصاب العالم منذ عام 2020، وكان العالم بأسره يتكبد الخسائر المالية خصوصاً في مجال الاقتصاد، لكن الأصدقاء الثلاثة كانوا في ذلك الوقت يحصدون الأرباح واشتهروا ونجحوا رغم صغر رأس المال الذي بدأوا به، لتتجاوز قيمة الأرباح أكثر من 250 مليون دولار، أي ما يعادل ربع المليار دولار. وبعد أن كانوا عاطلين عن العمل تحولوا إلى رجال أعمال مرموقين في الولايات المتحدة الأمريكية. حققت الشركة أرباحاً وصلت إلى 26 ألف دولار في الشهر الأول فقط من البيع، لكن بالتأكيد أي نجاح يجب أن يعوقه بعض المخاطر والقرارات التي تبدو غير صائبة فيما بعد. وحدث ذلك عندما واجه الأصدقاء الثلاثة أزمة كبرى، وهذا عندما حان الوقت لطلب مخزون جديد لعام 2021، حيث بالغ واحد منهم في تقدير عدد الوحدات التي قد تبيعها شركته ولم ينتبه لهذا الأمر، وطلب شحنة ملابس كانت أكثر مما تستطيع الشركة تحمل شرائه، وكاد هذا الخطأ أن يتسبب في توقف الشركة عن العمل وانهيارها بشكل كامل لولا تداركهم للموقف. حاول الأصدقاء لمدة أكثر من 2 إصلاح هذه المشكلة وإيجاد حل لتلك الأزمة بعد أن قللوا أرباح شركتهم ودفعوا للبائعين أكثر من 1 مليون دولار إضافي على شكل فوائد، وأخذوا أموالاً من شركة تمويل مقابل نسبة مئوية من الإيرادات المستقبلية. اعتبر الأصدقاء الثلاثة أن ذلك كان القرار الأكثر غباءً الذي اتخذ في مجال عملهم على الإطلاق، لأن الأمر استغرق منهم حوالي 1.5 عام العام لتدارك خطورته وتفادي آثاره. وفقاً لشبكة CNBC، فإن العلامة التجارية ترو كلاسيك أصبحت أخيراً في وضع يمكنها من التنافس مع عمالقة الملابس مثل الشركات الكبرى ذات العلامات المميزة، وأن الشركة في طريقها لتحقيق 250 مليون دولار كإيرادات عن العام الحالي، لتبقى تلك القصة واحدة من أكثر القصص الملهمة عن النجاح في الفترة الأخيرة.